عرفتوا داك المثال ديال الضغط يولد الانفجار؟ ايوا هذه هي حلقتنا الليله تماما. هذه الكلمه اللي قلت لكم ولا هذه الجمله، ديك الطفله ولا هذاك الطفل اللي كتضغطوا عليه مسكين من جميع الجوانب حتى ما كيبقى لا يتململ ولا يتحرك، وانتم عند بالكم بلي انكم راكم كتربيوا واحد التربيه اللي هي حسنه وبلي انها تربيه مزيانه، غير هو تيوصل لمرحله المراهقه او لا المرحله اللي هو تيحس بها براسه كيتمرد علينا وكينفجر على راسه اكثر من علينا وكيدخل في دائره الانتقام. هادشي كله لانكم انتم اللي دفعتوه انه يولي بحال هكا. ما تمشوا فين، ضروري خاصكم تسمعوا حلقه الليله لانها رائعه كعبره للامهات للوالدين عموما وحتى الوليدات المراهقين او للشباب. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. سمحوا لي بزاف. اولا بغيت نقول لكم سمحوا لي لانه كنمشي وكنجي وكنمشي وكنجي، راكم عارفين صدعت لكم راسكم، راني في عطله، ولكن حاليا انا مازال ما قدرتش نضبط راسي باش ندير لكم فيديو نهاريه نهار لا. الحاجه الوحيده اللي غتكونوا متاكدين منها بلي انه غادي نرجعوا لهذا السيستم ديالنا ان شاء الله، وبلي انه انا دائما المؤنسه ديالكم، وان شاء الله ان شاء الله اذا طول الله العمر عمرني ما غادي نخليكم. انا دابا تنحاول انني نقدم لكم البرنامج في حله جديده، نفس المحتوى لكن البرنامج يكون في حله جديده ان شاء الله، الله يقدرني. شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا بزاف في الحلقه الماضيه الناس اللي دعوا معايا والناس اللي قالوا لي الله يشافيك بارك الله فيكم وراكم رديتوا البال، ورغم المرض دائما انا معكم ان شاء الله. فقبلوا عليا هذه الايام بما تقاد لي الامور، وغادي تعاودوا تشوفوني على التوالي ان شاء الله يا مولانا كريم. خلي ما تعطلش عليكم اكثر، وما تنسونيش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت وانكم تفعلوا جرس القناه باش يوصلكم اي جديد في اي لحظه نقدر نحطها. فخلي ما تعطلش عليكم اكثر يا احباء قلبي، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا هبه ما عرفاش كيفاش نبدا ولا حتى شنو غادي نقول، ولكن غادي نتبع بحال كاع السيدات اللي كانوا كيشاركوكم الحكايه ديالهم. غادي نبدا لكم بالطفوله ديالي اللي باقي مازال تنعقل عليها فاش يلا عادي ندخل للابتدائي. كان واحد العرس في العروبيه اللي هو الاصل ديال والديا، مشينا نحضروا ليه وتعلقت بهذاك المكان، وبداو كيسولوني واش ما بغيتيش ترجعي مع الام ديالك. كنت نقول لهم لا، دارنا في هاد الوقيته غادي يخليوني تما في دار جده اللي هي الام ديال الام ديالي، اللي هي اللي غادي تكلف باش انها تدخلني المدرسه من بعد ما داز عام. جده هي اللي غادي تكلف باش انها تدخلني المدرسه. من بعد ما داز عام جده بدات كتقول لي غادي نرجعك عند الام ديالك. انا كنت صراحه انا ذاك رافضه تماما، وتنقول لهم غير ما بغيتش. غادي تقول تيقولوا لي كيفاش هاد القضيه، ما يمكنش شي حد ما غاديش يتوحش الام ديالو. غادي تقول لي جده بلي عرفتي شنو هاد بنتي هبه، غادي نديوك وغادي نرجعوك معانا. وعيلي امي حلفي، حلفات ليا وتيقتها. ملي جيت لدارنا ما خلاونيش نرجع مع جده، بكيت حتى شبعت. غادي تقدروا تسولوني شنو اللي خلاك انا كي ما تبغيش داركم. انا حاليا في هاد السن فاش انا كبرت ما عقلتش السبب اللي خلاني انني نبكي وخلاني انني نفر دارنا، ولكن الامور اللي غادي نعيشها من بعد غادي تبين لي السبب. المهم جده رجعت في حالها، وهنا غادي نبدا كنكتشف ونعقل على الواقع المر. طبيعه كنلقاو انه الاب هو اللي صارم والام كتكون حنينه، ولكن انا في الحاله ديالي ما غاديش نلقى لا الحنان ديال الاب ولا حتى الحنان ديال الام، وخاصه الام حيت معروف انها هي العاطفه. المهم كنا ما بيننا 6 ديال الخوت ما شاء الله، وانا جيت في الوسط ما بيناتهم. غادي يدخلوني للمدرسه، فاش كنت كنجي منها كاع خوتي كتقول لهم مي كلوا كلوا ها هي هبه جايه، وما كانوش كيخليو ليا. اذا خرجات مي وشرات لكل واحد فيهم شي حاجه كانت كتجي حتى لعندي وتقول لي بنتي هبه راني نسيتك. كانت كتجيني قاصحة هاد الكلمة أنني نسمعها، خصوصا من الأم ديالي، أو حتى إذا كانوا مناسبات كيجيو الضياف وأنا كنت مجبرة أنني ما نخرجش لعندهم وما يشوفونيش، بعكس خوتي اللي كانوا كيخرجوا لعندهم وكيخرجوا على برا وكيتشراو ليهم الألعاب. شحال من مرة تنطل على خوتي من الشرجم كيبانوا ليا بلي كيلعبوا في الزنقة وأنا غير تنبكي، وتنطلب وكنراب ماما عافاك ماما اللي ما خليني نخرج نلعب مع البنيتات، هانتي كلشي تيلعب في الزنقة. لا حنا ما مساليينش لهذا الشيء. تصوروا معايا بنت عندها 7 سنين كتحرمها ماما من ابسط الاشياء اللي كيقدروا يخليوها سعيده. ماشي نقدروا نقولوا خافت عليا لانه خوتي كاملهم كيلعبوا الا انا، ولكن كان تمييز ما بيناتنا. مع 7 ديال الصباح كتفيقني وكتقول لي عندنا الشقة ما مساليينش، مع العلم كاينه حتى اختي اللي كبر مني وكاينين خواتاتي وحده اخرين كتقول لي عليها هي كبيره حتى توصلي قدها. كاينين خوتي اللي صغار كتقول لي عليهم ما تقارنيش راسك معاهم،
كنوض وكنشقى وكندير داكشي اللي هي بغات. المدرسه يا ساده كرام كانت الملجا الوحيد ديالي، اولا الملجا الوحيد اللي كاين عندي وانا ملزمه انني نتشبت بها كيف ما كان الامر. اذا خرجت امي لشي بلاصه انا دون خوتي كتسرت عليا الباب وكتخليني في الدار. تخيلوا التلفازه كانت كتحرمني منها. هادشي كله عمرني ما عرفت السبب ديالو مناش ولا حتى علاش. اما الاب ديالي بحكم خدمته كيسافر بالشهوره، واذا جا كنت كنبقى فيه وكان تيقول ليها خليها تخرج كتخليني، غير هو تيسافر كتخرج مني كاع ديك الراحه اللي كندوز. بلا ما نعاود لكم شحال كليت ديال العصا وبلي ما خصنيش نغضب، حيت ما كاينش اللي يحزرني ولا يمسح ليا دمعتي ولا نقدر كاع نبكي وانا كناكل. وهي فاش كتشوف هادشي كتقول لي واش انا عاد ضربت كنتي كتبكي، كتعاود كتجي تضربني. نزيدكم اذا غير بعد مرات تخاصمت مع اختي الكبيره كيجيو كيتحموا عليا خوتي كاملهم، ما عرفتش علاش علما انني منهم. وانا في الخامس ابتدائي غادي تخرجني مامتي من القرايه وتقول لي اجي نقلب لك على خدمه، وغادي تجرني وتقلب لي عليها في الاخير. وبديت كنخدم في العطل وحتى في الصيف علما اننا ما كناش محتاجين. صحيح انه الاب ديالي بخيل ولكن ما محتاجينش، كناكلو فطورنا وغدانا وحتى عشانا. كانت عندي 11 سنه وما عمرها ما فكرت انها نقدر نتعرض لشي استغلال ولا حتى للتحرش. كنت تذكر غادي يخرج ليا القمل عزكم الله في شعري وانا في اولى اعدادي، وقالت لي امي صافي سال الحل، اش غادي دير؟ غادي تشدو غادي تقطعوا ليا. داتني عند الحلاق وقالت لي حسن ليها شعرها ببساطه. هنا بالضبط بدا الفقدان تاع انني تنشوف راسي انثى، وكنت تنقول كنت ولدت ذكر ما كنتش غادي نعاني بحال هكا. فاش دخلت عند الحلاق كان كيسحب ليه غير واش دري، كل مرتبكه وكل خايفه، وتنقول لي يا ربي ما يحسبنيش بنت، خصوصا وانني ما كنتش مختلطه مع الواقع. مشيت للمدرسه ودرت الفولار غير باش نغطي الفضيحه اللي دارت فيا امي. فاش بدا كينبت لي شعري تخيلوا كانوا تيخرجوا لي دوك الشعيرات من الزيف وكانوا كيضحكوا عليا البنات. كنت نخدم باش انني نجمع الفلوس باش نوجد لقرايتي ونتكسى في العيد، واللي اصلا ديك الكسوه ما كانت هي كسوه. كان الاب ديالي كيشوف مسؤوليه 7 الدراري ولا 6 بزاف عليه، ما قدش عليها. المهم مره نقول لكم 6 7 غير سمحوا لي، ولكن المهم العدد كثير. تخيلوا معايا فاش كنا تنجمعوا كاملين كنا تنقولوا لبعضياتنا كون غير تولدنا حنا بزوج، والاخرين تيقولوا كون غير تولدنا حنا بثلاثه. واحد المره غادي نتغوت انا وماما، جا الاب ديالي وقال لي حشومه عليك كتعيري الام ديالك. مشيت لعندها وقلت لها سمحي لي ما يتنساش لي داك النهار غادي تدفعني، وقالت لي ما عندي ما ندير بسمحتك. كل مره كانت كتكون شي حاجه، مرات سنين ودخلت في فتره المراهقه اللي درت فيها 14 سنه، وكيف تيقولوا الضغط هو اللي الانفجار. من بعد ما حسباتني وضرباتني وهددتني وما اهتماتش بيا وهملاتني وقصاتني على ولادها الاخرين، من بعد ما تهرست ولا تعطبت ولا مرضت وقالت لي غير كتبوحطي نوضي تشقاي، غادي ندخل في مرحله التمرد. كنت ديما تنشك واش انا غير متبنات، ولكن تنقول علاش غادي يتبنوني وهما عندهم اصلا ولادهم وانا راني كنشبه فلان وفلان وفلان. وصلت لواحد الدرجه من الجنون بقوه داكشي اللي كنعيش اللي كان متناقض مع الهويه ديالي. وصلت لدرجه انني واحد النهار غادي نطلع للسطح وتنقول واش نلوح راسي ونتهنى من هذا العذاب كامل. حيت صراحه ماشي سهل انك تبغي عائلتك وديك عائلتك تعطيك غير الكره والحقد والالم. المهم من بعد هذه المعاناه كامله قلت لكم بلي انني بديت كنتمرد، هي كتقول لي ادخلي وانا كنت كنخرج. غادي تولي شعري وغادي نقطعو، وليت كنلبس الحوايج نتاع الدراري، وليت كنخرج كنجلس مع الدراري وماشي مع البنات. هي كتقول لي ديري هذه وانا تنقول لا، ولا ما نجاوبهاش ببساطه. كتبقى عليا انت ما مربياش وانت ما خرجتيش ليا وانا ربيتك هكا وانت طلعتي بحال هكا. قلت ليها امي كون ربيتيني كيف بغيت كون خرجت كيف ما بغيتي، ولكن انت عصرتيني وقصيتي في وسط ولادك. وليت كنخرج من المدرسه وبديت كندور. المهم ما بقيتش كنشوف دارنا بزاف، الدار ولات عندي كتبان لي بحال شي سجن وانا باغا غير نتحرر منه بالتمرد. كنت نخاف ولكن ما كنتش كنحشم. حتى دخلت للثانويه والاب ديالي باش يعاقبني كان تيشدني وكيربطني وكيخليني. عمر شي حد ما جلس معايا وسولني ما كهيبة شنو بيك، شنو اللي خلاك توصل لهاد المرحلة، شنو عندك لداخل، خرجي قولي شنو كاين. في غالب الأحيان خوتي كيعايروني بشنو كدير ليا ماما، سرك هذاك تستاهلي ما أكثر. عياو ما يقفلوا عليا الدار وكنقلب على الساروت وكنخرج وكندور بالليل وبالنهار ونجيو ناكل العصا اللي ما نقدرش نتحرك من موراها وما كانتوبش. حتى ما لقاتش ليا ماما مسكينة الجهد،
حتى ولات كتبان ليا القرايه غير زايده ناقصه. لبسه وحده كنت كندوز بها العام كامل، لدرجه انه الملابس الداخليه عزكم الله ما كانش اللي يشريهم ليا، ماشي حيت نقصنا الفلوس ولكن حيتاش البخل. في العيد كنا كاملين كنتكساو نص كسوه، اذا شريتي الفوق ما تشريش لتحت، واذا شريتي الصباط ما تزيدي والو من بعده. السبرديه خصك تدوزي بها العام، وسروال مشرك حتى هو تقدري تدوزي به العام. ما كنتش كنقدر نهضر ولا نقول خاصني، عقدتني ماما بزاف لدرجه انه داكشي ما بقاش عندي فيه الحق انني ندوي فيه اصلا. الاب ديالي كان قاسي بزاف علينا وحرمنا من كل شيء، ما علمناش كيفاش نحترموا بعضنا، كيفاش نصلي ولا شنو خصنا نديرو، بالعكس كان تيكذب على الناس وتيصلي وتيدير بزاف ديال الاخطاء اللي في المفروض انه الاب ديالنا هو قدوه، ما خصوش يدير بحال هكاك. وانا صغيره ترعرعت وكنكبر في وسط هادشي، كيفاش غادي نكبر كيفاش غادي نكون؟ في التاسعه غادي نتعرف على بنات اللي كانوا قوي في ذات بواحد الطريقه اللي هي سلبيه في الدنيا، بمعنى انهم تيديروا الشيشه، تيكميو عزكم الله الحشيش، وتيديروا علاقات اللي هما غير شرعيين مع الدراري الى ما اخره. انا ذاك كنت انا مآمنه بلي انه المخدرات ما عمرها ما كانت الحل، نقدروا نقولوا بلي انها كانت واحد نزوه اللي هي لحظيه، ولكن عمرها ما كانت حل اللي هو ابدي اللي كنت نقدر نقلب عليه. فجربت بلا ما نكر ولكن ما استمريتش، وبعدت على دوك البنات، طلعت للثانوي بشكاره مقطعه وسلسله ديالها خاسره، غير تنرقع فيها كل نهار، وكنجي وكنمشي للمدرسه كيف الزفري. ما كنتش معلمه كيفاش البنت خاصها تكون كتصرف. انا ذا كانت واحد البنت جارتنا كانت كترافقني للمدرسه، هي اللي كانت كتعلمني اولا حيات فيا الانوثه. لا هبه ما ديريش بحال هكا، هبطي الشكاره، لبسي هذه وهذه لا راه خايبه. عاد وليت كنتعامل كانني بنت وغادي نتخلى على شي حوايج اللي كانوا خايبين. من بعد في العطله الصغيره غادي نخدم، داكشي اللي شديت هو اللي خيطت به زوج ديال اللبسات، ولبست العباءه ديالي ودرت الحجاب. قلت الحمد لله تعرفت على اخوات وبدات الدنيا كتضحك ليا، ولكن فقدت الشغف ديالي في بزاف ديال الحوايج. الحوايج اللي كنت متلهفه ليهم في طفولتي ما بقيتش مشوقه ليهم نهائيا. طلعت للسيزيام بنفس زوج لبسات اللي ما كانوش كيتبدلوا، وحده كتحيد وتصبن والاخرى كترد. اما الحاجيات الخاصه اللي كلنا كنعرفوهم تاع كل بنت في كل شهر كانوا منعدمين، واذا طلبت من الاب ديالي باش انا نشريهم اش بغيتيهم، لاش ما محتاجاش، وبزاف ديال الاسئله. كنت معقده بزاف. من بعد هادشي غادي ناخذ قرار باش انني نخرج من المدرسه. فاش كان بابا كيخرج للخدمه كنت انا كنخرج نتخبى من ورا الدار، وكنتسنى حتى ماما تخرج وكنرجع انا للدار. وفاش كيجيو كنقول لهم انا يلاه جيت. كثر من شهر بقيت مستمره على نفس القضيه، ومره مره كنت كنمشي لهاد المدرسه غير باش نطلب باش نهرس ديك القنطه اللي كانت كتجيني في الدار وصاف، ولكن وليت بيتوتي انا ذاك. ما تليتش باغا نقرا، حسيت بلي انني ما عندي ما نلبس. يمكن يكون ماشي هذا سبب، واحلامي كبر من هذا الشيء كامله وخاصني نحققها، ولكن كانوا بزاف ديال الامور اللي تراكموا انا ذاك. واحد المره خرجت ليا عزكم الله الدوره الشهريه ديالي، وعرفتوا شحال ضحكوا عليا، ما حملتش راسي. هذا الشيء باش قلت لكم كانوا تراكمات من جهه المدرسه ومن جهه دارنا اللي كانوا السبب الاول والاخير. المهم انا فاش تهدنت ماما نوعا ما تغيرت معايا، لانه انا ديك الساعه عييت من الصراعات ومن كل شيء، ولات كتقول لي نوضي لعبي مع البنات. انا صافي ما بقيتش مسوقه وكبرت على داك الشيء، والداخل عندي باقي متالم من شنو داز وباقي قابطه في خاطري. غادي يقترحوا عليا ندخل شي صنعه، واختاريت وحده، ومع كامل الاسف ما زادتني من الوعي حتى شي حاجه. هو صحيح انه ديك الصنعه كتعاونك باش انك تصوري طرف ديال الخبز، ولكن الافكار ديالك تيولي ورجعيين، وكتولي محدوده الفكر، والالفاظ ديالك ما هما الفاظ. وقال لك من 10 قوما 40 يوما اصبح منهم لا اكثر. في ديك الفتره غادي نتعرف على واحد الشاب، وبحكم انني كنت متلهفه للحب، الانسان فاش كيعطيك شي شويه ديال الحب والاهتمام ولا اي كلمه ولا حركه بسيطه من طرفه، انت كتبان لك بلي انها شي حاجه اللي هي كبيره. وغادي ندخل ببساطه في مرحله تعلق المرضي اللي خلاني انني ديما نهضر معاه وديما ندوي ليه، حيت هذا الشخص كان كيحسسني بالاهتمام، ديما كيكون معايا مع بزاف ديال الاشياء. وقعت معاه في الغلط واكتشفت بلي انني فقدت العذريه ديالي، وهذا الامر صدمني بزاف، ودخلت في دوامه نتاع انني بغيت نتزوج ونطلق، ودارنا ما يعرفوش هذا الشيء وما نقولهاش لهم. زياده اني غادي نحيد الحجاب ديالي، وما بقيتش راضيه على راسي، وتنحس بانهيار داخلي صعيب، وكره راسي، وكل نهار تنحلم بالموت مع احلام اللي كانت خايبه. وسط هذا الشيء كله كنلقى راسي انني عاجزه على التوبه، وكل ليله كنعاني من تأنيب الضمير، وكل نهار كندير اكثر من داكشي اللي فات من قبل. ما عرفتش علاش،
واش انتقام مني؟ الله اعلم. كل ليله دموعي كانوا طايحين، كنت هذا السيد كنبغي يخرج معايا، يكون معايا، واذا ما وقعش هادشي تبدا كنبكي وكان مرض وكنحس بالنقص. دائما كنت وسط واحد الدوامه نتاع الاحتياج، ودائما كنت موحشه ديك البنت اللي كانت مواظبه على الصلاه ديالها وعلى علاقتها الزوينه مع مولانا وعلى حتى الحجاب ديالي. من بعد ما وصلت لمرحله انني يئست من هذاك الشخص لانه كنشوف علاقتنا ما فيها حتى شي معنى وما غادي توصلني حتى شي نتيجه. كل ليله كنت عايشه غير في العذاب، وكل يوم كنت نبكي عليه ولكن ما كان داير معايا حتى شي حل. غادي نقترح عليه اجي لدارنا نديرو تعارف على اساس بلي اننا ناويين المعقول. قال لي واخا الاسبوع الجاي. قلتها لدارنا ودويت معاهم وجدت كل شيء وكنأكد عليه واش جاي. غادي يوصل النهار، غادي يوصل النهار الموعود اللي هو نهار الحد، وغادي ندوي معاه في الصباح. لاباس بخير واش جاي؟ صافي العشيه ان شاء الله كلمه واحده. وصلت الربعه دوى ليا وقال لي سمحي ليا ما نقدرش، وانا كنت موجده كل شيء. شو غادي نقول لكم؟ واحد خيبه امل ما كنتمنها لتا شي واحد. كل شيء في الدار تصدم، انا اكثرهم. انا اصلا محطمه وزدت كملت حيتاش عرفت بلي هذه فرصه لدارنا باش انهم يزيدوا يشمتوا فيا. غيبداو يعايروني وانا ما دايره والو في حياتي، وبلي اصلا ما نستاهلش نتزوج، وهذا الشيء اللي تيوقع ليا بلي هو سري. عييت وتقصحت وخديت قناعه مع راسي انني باغا غير نرتاح، غادي نبدل الخدمه ديالي، وبديت شويه كنلقى راسي حتى غادي نتعرف على واحد السيد من العائله ديالنا. وهنا غادي تبدا قصه واحده اخرى، سلسله من المصائب. تعرفت على هذا الانسان اللي كنت عارفه بلي انا هو شخص كذاب في كاع الحوايج وخائن ومنافق، ولكن بحال الا داك النقص ديال العاطفه ديالي كان تيرجع ليا. واخا تنعيا ما تنستغنى، ولكن داك الاحتياج ولا عندي مرضي. كنت باغا اي واحد، ساليت من ديك المرحله بغيت ندخل لمرحله واحده اخرى، بحال شي واحد محتاج انه يعطيك غير شي حاجه. كنت محتاجه الاهتمام والحب، ورغم داك الشيء كله كان تيحبني والله اعلم، ولكن كان حب في الحرام لا يسمن ولا يغني من جوع. عاودت لي القصه ديالي القديمه وقال لي غادي نقبلك كيف ما انتي، وطحت في نفس الغلط معاه مع كامل الاسف. ولكن لقيت راسي بلي انني كنقتل في المشاعر ديالي الداخليه، منها حب الناس وبراءتي اللي ماتت، وقلبي حتى هو اللي مات. تخيلوا معايا ما بقيتش كنحس بالمعصيه نهائيا، وداخليا ما كاين ادنى مشاعر لا فرحه لا بهجه. وهذه يا ساده يا كرام اصعب حاجه، اكبر عذاب انك ما تكونش كتحس بالذنب اللي كدير، ما عندكش تأنيب بالضمير عليه، غير غدا في انتظار الموت وصاف. اش موجد ليه؟ حتى شي حاجه. لمده 3 سنين وانا في هذا الشعور، وقت ما بغيت نرجع ليه نرجع ليه، وقت ما بغيت نمشي نمشي، وخرجت على الطريق بمعنى الكلمه وغادي نحمل معاه، وتمنيت الارض انها تشق وتسرطني. وبحكم انه كنت عارفه بنات قبل مني خارجين على الطريق، فغادي نمشي عند وحده منهم تديني عند شي سيده انها دير ليا الاجهاض. ما غاديش نكمل 40 يوم. مشيت عند وحده وقلت لها راه واحد صاحبتي شنو وقع ليها، وما قلتش ليها بلي انا. قالت لي راه كاينه واحد السيده، ولكن ويك ويك يوقع لك اللي بغى يوقع، ما تقوليش انك تمشي للسبيطار، حيت اذا مشيتي غادي تضطري انك تعترفي وتمشي للحبس انت وديك السيده. قلت لها صافي عليك الامان. درت انا وياها لغد لي صيفطات لي واحد السيده واحده اخرى وهي خرجت من المعمعه، وكنت خايفه بزاف لاول مره غادي يقذف الله في قلبي الخوف من شحال هذه فاش فقدته. مشيت تفاهمت انا والسيده على الثمن اللي كان تقريبا 10000 درهم تاوينا فيه، ودرنا السبت باش انني نرجع فين غادي ندير الاجهاض. وصل نهار الموعود السبت ومشيت، وهاد المره كاع داك الخوف مشى من قلبي وما بقيت كنحس بوالو. منين دخلت عطاتني واحد الحبه غادي نشربها، وبدات ليا في العمليه ديالها اللي لا داعي للتفاصيل ديالها، وانا جماد كصوره بدون لون كحل ابيض. ما قدرتش نستمر في ديك العمليه ولا نصبر، حيت داك التيو اللي كانت دارت ليا وخرجت فحالي كنجري. جاني نزيف لمده 3 ايام، ومن حسن حظي انه غادي يحبس وما تازمتش الامور. من بعد رجعت شي ايام عند الطبيبه وكدات لي بلي انه ما بقيتش حامله. رجعت للخدمه ديالي كان شيئا لم يكن. حاولت انني نتفارق مع هاد السيد اللي كيجيني من العائله، ولكن قنعني ورجعت ليه، وكل شيء اكتشف العلاقه ديالنا، لا العائله ديالو ولا العائله ديالي كانوا قابلين على هاد العلاقه. اكتشف كل شيء علاقتنا، الام ديالو ولات كتسحر، ولات كتقول عليا شي حوايج اللي ما كاينينش، ولات جده من جهه خوته من جهه دارو، كل شيء ودخلت في ضغط وزدت مرض وكرهت
وقلت ليه بلي انه حدنا هنا وبركة عييت وتفارقنا. غادي ندوز واحد الفترة اللي فيها سنوات وعاود تواصلنا من جديد وقررنا نرجعو، وغادي نكتشف بلي انه هو معايا كان في علاقة واحدة اخرى وباغيني في نفس الوقت، حيت ديك الخليلة ديالو فاش سقط الخبر هي اللي غادي تدوي ليا وتسولني عليه. غادي ندوي ليه ولمتو وغوت وبكيت ولقيت بزاف ديال الكذوب، وبما اننا عائلة فديما خوتو كيهضروا كيقولوا ليا راه فلان كل مرة مع فلانة ودير الهادي وفعل الهادي. تواصلت مع الخليلة ديالو وقلت غادي نفضحو نقول ليها الحقيقه نتاع شنو داير بينا بزوج وبلي تيخونها معايا، وخصوصا وانه التليفون ديالي كان تيسجل المكالمات فغادي نعطيها المكالمات ديالو. سمعتها كلشي وقلت لها دابا لك حق الاختيار. من بعد فاش واجهته غادي يعيط ليا وغادي يوعدني بلي انه غادي ينتقم مني، وانا كان خوفي الوحيد انه يقول لدارنا على العذريه ديالي، اما الحامل حتى هو ما قلتوش ليه. مني هددني وما بقيت عارفه ما ندير وضات بيا الدنيا ومرض، وبقيت كنقول له شنو غادي ندير شنو غادي ندير، هنا خاصني ننتقل من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم حيت ما عنديش الحل دابا. إذا فضحني غادي نصفتو الحبس بأي طريقة. الأهل ديالي صحيح أنهم هما سبب مشاكل جولي، ولكن ما نقدرش نقبل أنني نتأذى فيهم ولا نفقدهم ورغم القساوة ديالهم عليا وشنو فوتوا فيا، خصوصا وأنني كنت فقدت أختي بطريقة اللي كانت بشعة وبطريقة غدر. ما بقيتش نهضر على هذه المرحلة، فقدتها فذقت المرارة نتاع الفقدان، ما نقدرش نزيد نفقد شي طرف واحد آخر من عائلتي، لازم دابا نكون واقفة على رجلية وقوية. شو غادي ندير؟ غادي نعيط ليه وغادي نقول ليه إذا بغيتي تقول لدارنا وتفضحني مرحبا، وبغيتي كاع أنني نصيفط لك النمرة ديال با نعطيها لك ها هي، وبغيتي كاع نجيب لك حتى الناس اللي أكدوا لك الخبر ديالي أنا نجيبهم لك، ولكن تحمل المسؤولية ديال العواقب اللي غادي تعيشها، والله ما غادي تبقى فيك. أقسم بالله إذا أنا ذاك كنت يبان لي الظلام، كنت غادي ندير افعال اللي فيهم عقلي ما بقاش يفكر الصواب من الخطا، ما بقاش عندي. بان لي راسي تسطيت وثرت عليه، قال لي عرفتي شنو هبه انا مسامحك دنيا واخره، وكانها نزلت على قلبي بردا وسلامه، وقلت الحمد لله صافي عفا الله عما سلف. ولكن بقات ديك الخليله ديالو كتجسس عليا، وبديت كنخرج كنسهر بالليل وما بقيتش قاده نعيش في دارنا، حيتاش كنت نعيش ديما المقارنات معهم، ديما الغوات وديما الصداع، وشوفي فلانه وشوفي هذه غير قدك وشوفي هذه شنو دارت الى ما اخره. عييت ومشيت عزلت بوحدي، مشيت لواحد دارنا وحده اخرى اللي كانت في منطقه وحده اخرى. هنا بدات مرحله جديده من حياتي، فيها بديت كنتقرب مولانا وكندعي الله يعفو عليا ويسمح ليا. دفعت الباك حر وشديتو وشديت اجازه في الجامعه ديالي، وهذا كان فضل الله وهذا كان فضل من مولانا عليا. الحمد لله تبت، انا اليوم بقى خدامه نفس الخدمه اللي كنت خدامه فيها من قبل، ولكن دفعت المباريات وحده اخرى وكنتسنى الله يحن عليا فيهم ويجود عليا بشي خدمه. ما بقيتش نبقى خدامه في هذه الخدمه ولو انها كتجيب لي واحد الرزق اللي هو تبارك الله كبير ولكن وحلال، الا انها صعيبه وكتاخذ مني طاقه اللي هي هائله. باللي سمعت فيكم حكايتي بغيتها تدعي معايا بالزوج الصالح وبلي انه الله يثبتني فهاد التوبه ديالي ويقبلها ليا. اما رسالتي الوحيده هي كالتالي. رسالتي الوحيده، رسالتي للاباء والامهات، رحموا ابناءكم. انا يعني التمييز وهادشي مشكل لي عقد اليوم لهذا. انا عارفه المتتبعات ممكن يقولوا بعض النصائح ويعطيوا لي نصائح، ولكن النصائح بالنسبة لحالتي لا تسمن ولا تغني من جوع، حيت جربت بزاف ديال الأشياء بزاف، وأنا محتاجة لطبيب نفسي، فعلا محتاجة لطبيب نفسي. يا ربي تقدرني بإذن الله، إن شاء الله على حسب إمكانياتي ونمشي. اليوم لله الحمد نتماشى مع الأيام، ونتمنى الغد يكون أجمل من اليوم. وثانيا أكرر، رحموا أبناءكم، علموهم القيم، علموهم الصلاة، علموهم المحبة بينهم، علموهم بالود، علموهم أن ليهم راه إخوانهم راه سند، أن أخوتهم راه سند ليهم ماشي أعداء. علموهم الألفة، علموهم الصلاة، علموهم القرآن، علموهم خاصة القرآن، يكونوا انتم القدوة لهم. ما يمكنش راه بحال داك الانسان اللي كيكمي قدام ولد وكيقول ليه ما تكميش، والطفل الصغير ما كيعرفش، راه كينقل الافعال ديال والديه اكثر ما كينقل سميتو. انا الالف لا
نفسيا دابا وليت من كثر ما كنجلدش الناس، ولكن غادي نجلد ذاتي، ذاتي اجلدها جلد للابناء والديكم مهما مهما بلغت القسوة، مهما بلغت القسوة ممكن نتربوا بطريقة خاطئة، ممكن يحلو كيشوفوا هذه التربية الصحيحة. الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم، كنطلبوا لهم الهداية وكنطلبوا لهم المغفرة. دعاهم دعاهم دعا والديكم دعا والديكم والحمد لله. هذه حكايتي، وهذه يا سادة الكرام كانت حكاية هبة. ما تقولوش لي حكاية ما تقدروش تستفدوا منها، فيها عبر كثيرة كثيرة كثيرة. أول حاجة غادي نخلي لكم أنكم تخليوا لها تعليق جميلة، لأنها قالت لكم عمرها ما حست بالحب، عمرها ما حست بالاحترام بالتقدير إلى ما آخره. كنتمنى أنكم تخليوا لها الحب في كلامكم وتعليقكم الجميلة اللي كتفرح وتبهج القلب، خليوه لها، رجعوا لها الثقة في نفسها. وخليني نقول لها بلي أنه الغلط كل شيء تيوقع فيه، ما كنختاروش العائلات ديالنا، وما عندناش الحق اننا نحاسبك ولا نقول لك علاش درتي وعلاش فعلتي، لانه اللي عاش ديك الامور كاملها هي انت، انت الوحيده اللي معنيه بالامر. الحمد لله انها النهايه ديالك فيها توبه، وكيعجبوني بحال هاد القصص لانك كتستافدوا منهم اكثر، كنستافدوا من التجارب ديال الناس اللي كتقول لك عشت وفعلت وهادشي كامل، هالسلبيات هالسلبيات ديالو في حياتي وهالشنو طرا ليا في حياتي، راه ما فيهش خير، راه ما مزيانش ليا وما ديروش بحالي. في الاخر دقت التوبه ودخلت ليها وانا اليوم مرتاحه في حياتي، وهادشي اللي شفنا في القصه ديال هبه. الحمد لله انها طاحت تألمات تأدات، كان عندها المشكل ديال العاطفه، محتاجه شي حد لي حضنها، محتاجه، وهادشي كله كان المشاكل ديال الوالدين. باش تعرفوا انه الوالدين هما اللي مسؤولين على كيفاش يجيبوا لنا الوليدات لهذا المجتمع، كيفاش كيصخبوهم، كيفاش، راه ما تيهمش العدد، ما تيهمش انني نجيب 3 دراري جوج 4 5 6 10، ولكن كيفاش غادي يجيو لهاد الدنيا، واش حنا قادين على التربيه ديالهم، واش كيفاش غادي تكون النفسيه ديالهم. الا جبنا غير واحد وصلحنا في التربيه ديالو اللهم ولك الحمد، خصوصا انه زاد الزمان اللي هو الصعيب ولات فيه التربيه ديال الدراري. صح حنا كنربيو وكنديرو مجهود وتنقولوا يا ربي يا ربي انت ربي لينا ولادنا، لانه الوقت ولات صعيبه. اللي ما قادرش على الوليدات هذه ديما تنقولها، ما ينوضش ولد حتى يكون مصالح مع ذاته، حتى يكون مستعد نفسيا باش داك الطفل اللي غادي يجيبوه ماشي باش ياخذ سميه وهو كله مدمر، ياخذ سميه وهو فيه الحياه فيه النشاط، قادر يجيب شي حاجه للحياه فيها زوينة. هذه كانت حكايتنا الليلة، كنتمنى تكون فادتكم كيف ما فاتني حتى انا. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو هاد الايام، مهم بقاو على القرص. اكيد ما عمرني ما غادي نغبر عليكم، ولكن كيف قلت لكم غير صبروا معايا بيد ما نوجد الديكور وديك الشيء كامل. هذه كانت حلقتنا الليلة، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام سلام.